سيتي، المفاجأة الكبيرة التي كانت لعشاق مانشستر سيتي. الهدف الأول جاء عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 17 بعد دربكة دفاعية، وبعدها في الدقيقة 61 عاد ميسي ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وفي بعدها بثمان دقائق عاد نفس اللاعب وبصناعة سواريز ليحرز الهدف الثالث، ويصبح ميسي يسجل 12 هدفا في آخر 8 مباريات، والسبب في ضربة جزاء تركها لينيمار والذي استعرض في تسديدها، ولكن تم التصدي من المتخصص، وبعدها كانت الإعادة في لينيمار للتعويض بهذا الهدف الذي أيضا كان صناعة ميسي ليحرز الهدف الرابع في الدقيقة 89. هاتريك 7 مرات ويعادل رونالدو. دي ماريا في مباراة باريس سان جيرمان وبازل، الهدف الأول جاء عن طريق اللاعب الأرجنتيني دي ماريا في الدقيقة 40، والهدف الثاني عن طريق لوكاس مورا في الشوط الثاني الذي أحرز هدف في الدقيقة 68. الهدف الثالث جاء في الوقت بدل الضائع عن طريق ضربة جزاء تسبب فيها وأحرزها كافاني في الدقيقة 93. المباراة الأخرى أيضا المباراة التي كانت مفاجأة، نابولي وبشكتاش. البداية كانت من اللاعب أدريانو الذي أحرز الهدف، اللاعب البرازيلي صاحب 31 عاما، هدف التقدم للفريق التركي، ولكن اللاعب البلجيكي مارتينز الذي عاد ليصلح الوضع في الدقيقة 30. الأمر لم يستمر سوى 8 دقائق ليأتي اللاعب الكاميروني أبو بكر ليكون نتيجة 2-1. بعدها كان الإضاعة أيضا يعني في ضربة جزاء، وكانت ضربة جزاء أضاع إنسينة في طريقة كانت سهلة للحارس، ومن ثم تم تبديل إنسينة باللاعب مانولو كابيتاني الذي أحرز هدف من ضربة جزاء التي نالها في الدقيقة 69، ولكن هذا الأمر لم يشفع بأن يخرجوا بالنقطة في الدقيقة 86، وكان هناك شك في تسلل، يحرز اللاعب نفسه أبو بكر الهدف الثالث. وبعدها في مباراة كانت الكل يتحدث عن أنشيلوتي، بايرن ميونخ وأيندهوفن، كان هدف الأول عن طريق مولر في الدقيقة 13، وبعدها جوشوا كيميش الذي أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 21. اللاعب الهولندي جاء ليقلص الفارق في الدقيقة 41 بتسديدة لم يستطع نوير أن يحرزها، نارسن الذي لم يستطع أن يقوم بالتصدي لها في الدقيقة 41. روبرت ليفاندوفسكي الذي لم يستطع أن يقف عن التهديف وبرأسية في الدقيقة 59، والأمر استمر على هذا الحال إلى أن أتى روبن وأحرز الهدف في الدقيقة 84، وهو الهدف الأول له في رأسي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال. أريان روبن الذي أحرز هذا الهدف في لبايرن ميونخ. وبعدها المباراة التي شهدت هاتريك لأوزيل، أرسنال والجيريتس، الهدف الأول جاء بطريقة جميلة عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 12، وبعدها في نصف ساعة تقريبا جاء اللاعب الإنجليزي في وولكوت في الدقيقة 42 ليحرز الهدف الثاني. شامبرلين في الدقيقة 64 46 جاء ليحرز الهدف الثالث. مسعود أوزيل بدأ رحلة الهاتريك تحديدا في الدقيقة 56 بهجمة مرتدة بهذا الشكل كما نشاهد، واختراق للدفاع وثم الانفراد وإحرازه للهدف في الدقيقة 56. وبعدها في الدقيقة 83 جاء الهدف بمساعدة بيريز اللاعب الإسباني، وهدف جميل في الدقيقة 83. فبعدها بأربع دقائق مسعود أوزيل وبنفس صناعة لاعب بيريز، ولكن من الجهة الأخرى يحرز هدفا جميلا وبالقدم اليسرى كما قلت لكم، هذا لينتهي الموضوع بسداسية
أمام الفريق البلغاري. بعدها مواجهة دينامو كييف وبنفيكا انتهت باثنين لأصحاب الأرض. الهدف الأول جاء عن طريق إدواردو سالفيو في الدقيقة التاسعة اللاعب الأرجنتيني، وبعدها فرانكو كيرفي اللاعب الأرجنتيني أيضا يحرز الهدف الثاني وتعزيز التفوق، وينتهي هذه المباراة باثنين لصفر. بعدها أيضا مباراة روستوف وأتلتيكو مدريد، هدف وحيد فقط وجاء في الدقيقة 62 لكاراسكو الذي يحرز الهدف الخامس له في آخر أربع مباريات مع أتلتيكو مدريد، وينتهي الوضع على هذا الحال ويصبح أتلتيكو ويبقى في المركز الأول وروستوف في المركز الأخير في المركز الثالث بنقطة واحدة. سلتيك وبروسيا مونشن جلادباخ أيضا 2-0، أخطاء كبيرة من حبيب كولوتوري الذي بدأت الأهداف فعلا في الدقيقة 57 عن طريق ستندل، وبعدها في دقيقة 77 عن طريق هاهم في اللاعب الألماني ليحرز التفوق لبروسيا مونشن جلادباخ. 28